الخرطوم الفضائية ومجموعة آل حاكم تقدم لكم برنامج ليالي السودان. ليالي السودان أحلى وأجمل في رمضان. ليالي السودان فيها نغني للأوطان. برنامج ليالي السودان بمشاركة الفنانة إنصاف فتحي، الفنانة رانيا محجوب، الفنانة منى مجدي، والفنانة شذى عبد الله. ليالي السودان أحلى وأجمل في رمضان. ليالي السودان فيها نغني للأوطان. مرحبا بكم متابعي ومشاهدي فضائية الخرطوم في كل مكان في أمسية جديدة من أمسيات ليالي السودان. زي ما عودناكم دائما في ليالي السودان حنطف بكم في فقرات مختلفة وفي مناطق سياحية مختلفة ومناطق الآثار الجميلة. ليالي السودان برنامج ضخم جدا أنتج من قبل مؤسسة آل حاكم للإنتاج الفني وقبل قناة الخرطوم الفضائية. تابعونا وخليكم معنا وكل سنة وأنتم طيبين. عند التقاء النيلين الأبيض والأزرق تقع منطقة المجرنة الشهيرة. جمالها أخاذ، طبيعتها ساحرة، وتعد جنة خضراء وسط الخرطوم، وتحتل موقعا فريدا ومتميزا جعلها من أبرز الوجهات السياحية في العاصمة المثلثة الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. أهلا من جديد بكل اللي بتابعونا من خلال قناة الخرطوم. كل سنة وانتم طيبين، من عاد علينا وعليكم الشهر الكريم بالخير والصحة والسلامة. ليالي السودان من أضخم البرامج التلفزيونية اللي حتورد خلال شهر رمضان الكريم. 150 أغنية، إنتاج ضخم للأغاني، سجلت باستديوهات مؤسسة آل حاكم في مدينة دبي. 4 أغنيات فردية حتكون في كل حلقة، وحتكون كمان في الختام كورال جميل لبرنامج ليالي السودان. حيجتمع الفنانات الأربعة في أغنية واحدة خلال الحلقة بالتأكيد. تابعونا وخليكم معنا وكل سنة وانتم طيبين. At the confluence of the White Nile and Blue Nile lies the celebrated area of Almagran, a fascinatingly beautiful spot with an exceptionally charming nature. It is indeed a green paradise of a unique location in the heart of the Sudanese capital, making it one of the most important tourist magnets in the capital's 3 towns of Khartoum, Omdurman, and Khartoum North. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل اللي بتابعنا من خلال قناة الخرطوم بخير وصحة وسلامة. والتحية بالتأكيد للجميلة شذى عبد الله لمشاركتها معنا في ليالي السودان. حنستمع إليها وحنرجع نتواصل معاكم. كل سنة وانتم طيبين.
برنامج ليالي السودان أحلى وأجمل في رمضان. تابعتكم للبرنامج نقابلها بوافر الشكر والتقدير. برنامج ليالي السودان فنان ومكان في رمضان، تابعونا واتمنى لكم مشاهدة طيبة. ليالي السودان فنان ومكان، تابعونا في شهر رمضان المبارك. ليالي السودان فنان ومكان، تابعونا. ليالي السودان فنان ومكان في رمضان. ليالي السودان فرح مرح جمال خضرة طبيعة، وكل ده في رمضان. انتظرونا إنصاف فتحي من أحلى مكان. ليالي السودان فنان ومكان أحلى في رمضان، تابعونا منى مجدي شزا عبد الله. برنامج ليالي السودان فنان ومكان في رمضان، تابعونا. ليالي السودان فنان ومكان في رمضان. أهلا من جديد لكل اللي انضموا لنا عبر قناة الخرطوم الفضائية ومؤسسة الحاكم بالتأكيد في إنتاج ضخم لبرنامج ليالي السودان. برنامج ليالي السودان لفينا وزرنا كل ولايات السودان المختلفة، أبرزنا لكم ميزة السياحة السودانية الجميلة في ولايات السودان المختلفة وكل النشاطات الاجتماعية والنشاطات الثقافية والنشاطات الفنية للسياحة المختلفة في السودان. الدخل القومي للسودان بيعتمد على كل النشاطات المختلفة من الزراعة ومن الصناعة ومن الاقتصاد وأيضا من السياحة في الدرجة الأولى. الحاجة دي بتتم عن طريق أخذ العملات الأجنبية من السياح القادمين للسودان عشان نرفع بها الاقتصاد السوداني بصورة مباشرة. بس لازم ننتبه لحاجة واحدة، إنه العملة لما نأخذها من السائح الأجنبي لازم ما تزيد عن المردود اللي بتدفعه الحكومة عشان توفر الخدمات للسائح الأجنبي داخل السودان، وبكده بتأكيد حتكون السياحة المصدر الأول لرفع الاقتصاد الوطني السوداني. تعتبر ولاية الخرطوم ذات كثافة سكانية عالية تكاد تصل إلى ربع عدد السكان في البلاد، يمثلون كافة ألوان الطيف الإثني والسياسي والاجتماعي والثقافي بالسودان. يمارس سكان ولاية الخرطوم نشاطهم اليومي كموظفين في القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى نشاطهم الاقتصادي في المجال التجاري والزراعي والصناعي. تمثل الثروة الحيوانية في ولاية الخرطوم مصدراً هاماً في اقتصاد الولاية، حيث يتم التركيز على إنتاج لحوم الماشية لتغطية احتياجات المستهلك المحلي، بالإضافة إلى تصديرها خارج السودان. تتوفر في ولاية الخرطوم مزارع لتربية الأبقار للحصول على الألبان، بالإضافة إلى توفر المزارع الخاصة بتربية الدواجن والأسماك لتغطية احتياجات السوق المحلي، ومن ثم تصديرها إلى خارج السودان. The state of Khartoum has a high population density, constituting almost a quarter of the country's total population, which represents the ethnic, cultural, social and political diversity of entire Sudan. Most of the residents of the state of Khartoum work for either public or private sector employers. Their main economic fields of activity are linked with commerce, agriculture and light industry.
Livestock in the state of Khartoum is also an important part of its economy, with a particular focus on beef and mutton production for both domestic consumption and exportation. There are also plenty of dairy, poultry and fish production farms, supplying not only the local market, but also markets beyond Sudan's border. أهلا بكل المتابعين وكل المشاهدين اللي انضموا لمشاهدة ليالي السودان. وليالي السودان أحلى وأجمل في رمضان، وأكيد بنغني للأوطان في ليالي السودان، وأكيد حنستمع في المساحة القادمة لرانيا محجوب في أغنيات جميلة، ونتواصل معكم. كل سنة وانتم طيبين. Thank you.
كل سنة وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم شهر رمضان الكريم بالخير والصحة والسلامة. والتحية أيضا لرانيا محجوب على الأداء الجميل خلال شهر رمضان الكريم. السياحة السودانية بالتأكيد زي ما ذكرنا مصدر للاقتصاد السوداني، ولازم ناخذ العملات الأجنبية من السائح الأجنبي عشان نرفع الاقتصاد السوداني بصورة سليمة. السائح أكيد حيدفع العملات الأجنبية لو حسب أنه كل العملات دي حتندفع لترميم المناطق السياحية والاهتمام بالمناطق السياحية بصورة جميلة، عشان من يجي زيارة قادمة للسودان يستمتع بالمناظر الجميلة والمناطق السياحية الرائعة. وبكده حنكون رفعنا الاقتصاد السوداني، وتكون السياحة السودانية المصدر الأول للاقتصاد السوداني ولكل الثقافات الأخرى. من أهم المدن التي تكون ولاية الخرطوم أم درمان، الخرطوم بحري والخرطوم. تمثل مدينة الخرطوم العاصمة السياسية للسودان، بينما تمثل مدينة أم درمان العاصمة التاريخية للسودان، إذ ارتبطت بدولة المهدية التي أسسها محمد أحمد المهدي في أواسط القرن التاسع عشر، بينما تعتبر مدينة الخرطوم بحري المدينة الصناعية الأولى في ولاية الخرطوم. ولاية الخرطوم غنية بالمواقع الأثرية التي ترجع إلى حقب حضارية مختلفة. The state of Khartoum is made up of three major cities: Omdurman, Khartoum, and Khartoum North. While Khartoum is regarded as the political capital of Sudan, Omdurman is referred to as the country's historical national capital because of its links to the state of Mahdia, founded by Mohammed Ahmed al-Mahdi in the mid-19th century. Khartoum North, Bahri, is the industrial city of the Khartoum state. The state is home to many archaeological sites belonging to different historical eras. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ليالي السودان تكون جميلة وليالي السودان تكون أحلى وأجمل في رمضان. وأكيد في ليالي السودان من غني للأوطان، وحنستمع الآن لإنصاف فتحي. كل محبي إنصاف فتحي حيكونوا موجودين أمام شاشة قناة الخرطوم الفضائية للاستماع وللمشاهدة لإنصاف فتحي. Thank you.
أهلا بجديد لكل مشاهدي ليالي السودان في كل مكان. فقرة معرض الصور الفوتوغرافية للوجوه السودانية الأصيلة حضور أنيق في ليالي السودان، خلونا نشاهدها ونتواصل معكم. جديد لكل اللي بيتابعونا وكل اللي بيشاهدونا عبر قناة الخرطوم الفضائية وليالي السودان. بالتأكيد كلنا عارفين أن المشاريع التنموية لما نجي ننشئها بننشئها في المدن الكبيرة، ليه؟ لأن المدن بتكون غنية بالسكان وغنية بالمناطق السياحية والمناطق الأثرية، بس ده بنطبق على كل القطاعات إلا قطاع السياحة. قطاع السياحة بيهتم بكل المناطق، المدن الكبيرة والمدن الصغيرة، المدن القريبة والمدن البعيدة، عشان نوفر الخدمات بصورة صحيحة ونميز كمان إنسان الولاية الموجودة فيها الخدمات بصورة أكثر من رائعة. بنقدم خدماتنا كلها ونتميز في المجالات المختلفة، وده بالتأكيد بيخلق لنا فرص عمل لكل الشباب العاطلين عن العمل عشان يحققوا ذاتهم، يقدروا يحققوا طموحاتهم في كل المجالات اللي هم حابين يبرزوا فيها. مجال السياحة بيستوعب كل المجالات المختلفة، بتستحمل كل شخص خريج جامعة أو كل شخص ما وصل حتى المرحلة الجامعية ممكن يشتغل في مجال السياحة، يبرز في مجال السياحة بصورة صحيحة، يكس لنا ملامح السودان وأثار السودان بصورة صحيحة. جبل مرة جميل جدا والمناظر فيه أكثر من رائعة، لو اهتمينا به أكثر أكيد حيبقى مصدر لجذب السياح بصورة مباشرة. الولاية الشمالية كمان جبل البركل ما بننسى، وبننسى مهرجان البركل بيكون كل سنة، كيف كمية من السياح بيجونا في مهرجان البركل بالتأكيد. وكمان ما ننسى ولاية البحر الأحمر الغنية بالمناظر الجميلة والشعب المرجانية الرائعة على شاطئ البحر الأحمر. خلونا نشاهد التقرير ونرجع نتواصل معاكم. كل سنة وانتم طيبين. مدينة بورسودان، تلك المدينة الرائعة تطل على شاطئ البحر الأحمر الذي ظل متألقاً بمظهره الساحر والذي يميزه عن الكثير من الشواطئ العالمية، ومن منطلق حرصنا على عكس الوجه المشرق لسوداننا الحبيب حرص فريق عمل برنامج ليالي السودان على التوثيق للعديد من المعالم السياحية التي تتميز بها المدينة بهدف الترويج السياحي لمدينة بورسودان. كل سنة وانتم طيبين، ووصلنا لفقرتنا الختامية في الغناء الفردي. الجميلة منى مجدي دائما بتغنى لنا بأغنيات جميلة، خلونا نشوف الليلة حتقدم لنا شنو في حلقة ليالي السودان. وكل سنة وانتم طيبين.
حنمشي متابعي ومشاهدي ليالي السودان في كل مكان لمحطة خارجية ونتواصل معكم. ليالي السودان أحلى وأجمل في رمضان، ليالي السودان أحلى وأجمل في رمضان، ليالي السودان
كانت رحلة جميلة، شاهدنا فيها مناظر جميلة. سوداننا الحبيب، ترقبونا في رمضان على برنامج ليالي السودان، فنان ومكان شاز عبد الله. في الحقيقة هي كانت رحلة جميلة جدا، ظريفة خالص. شفنا فيها جزء من مناطق السودان المختلفة والجميلة. نتمنى أنه أنتم تشوفوها معنا في شهر رمضان من خلال برنامج ليالي السودان، فنان ومكان. تابعونا على رمضان. منى مجدي. كانت رحلة موفقة ورحلة جميلة، وحضور جميل من قبل الفنانات الموجودات والفرقة الموسيقية، وكثير من المفاجآت في ليالي السودان فنان ومكان في رمضان. ترقبونا. رانيا وحدي. الرحلة كانت جميلة ممتعة، والتطواف كان أجمل، والرحلة بالطيارة كانت مختلفة تماما. التيم كان جميل معنا في الرحلة، شفنا مناظر جميلة وخلابة بتحكي جماليات السودان. وانتم كمان حشفوها في رمضان، بس انتظرونا. أنا إنصاف فتحي. نشكر مؤسسة الحاكم للإنتاج الفني اللي اتاحت لنا الفرصة إننا نتجول في مناطق السودان المختلفة، ونعمل ترويج لبرنامج ليالي السودان. إن شاء الله يكون برنامج ممتع وشيق إن شاء الله. سارة آدم عبد الله. حقيقة كانت رحلة جميلة وإحنا استمتعنا بها جدا، وإن شاء الله حتشوف معنا حلقات جميلة، والبرنامج حيكون إن شاء الله جميل، وإن شاء الله تستمتعوا به. أشكر مؤسسة آل حاكم في أنها تحت لنا الفرصة في المشاركة في هذا البرنامج ليالي السودان. إن شاء الله ينال رضاكم وتستمتعوا به معنا. سارة شحاتة. انتظرونا. أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعي ومشاهدي فضائية الخرطوم وليالي السودان، الفقرة المحببة لدى الكل، إضاءات وإشراقات من كتاب تاريخ السودان العظيم. هنشاهدها ونرجع نتواصل معكم، خليكم معنا. إضاءات وإشراقات من تاريخ السودان. لقد أماطت لنا المكتشفات الأثرية السودانية الحديثة من خلال المواد الأثرية المكتشفة بجبانات كرم الملكية، والتي عرفت بدقة توثيقها اللثام عن أن حضارة كرمة التي ازدهرت بالفترة ما بين 2400 إلى 1400 قبل الميلاد هي أقدم الحضارات التي شهدها جنوب وادي النيل، بل هي أقدم حضارة عرفت في إفريقيا خارج مصر، وكانت على صلة بالحضارة المصرية الفرعونية، وكان سكانها قليطا من الجنس الحامي والزنجي. Snapshots from the history book of Great Sudan. The Kerma civilization flourished between 2400 BC and 400 BC. Recent Sudanese archaeological findings, specifically the well-documented archaeological material unearthed at the royal cemeteries of Kerma, have revealed that the Kerma civilization is the oldest civilization in the south of the Nile Valley. Indeed, the oldest in Africa outside Egypt. It was also revealed that the civilization of Kerma was linked to the Egyptian pharaonic civilization, and that the inhabitants of Kerma were a mix of Hamites and Negroids. أهلا من جديد بكل المتابعيننا وكل المشاهديننا في قناة الخرطوم الفضائية
في رمضان، ورمضان أحلى مع ليالي السودان بالتأكيد. وعشان نطور السياحة لازم نهتم بالمناطق السياحية، لازم نهتم بالبنى الفوقية والبنى التحتية للمناطق السياحية عشان نجذب السائح عشان يزور السودان ويستمتع كمان بالمناظر الجميلة والمناظر السياحية الرائعة في السودان. المناظر دي لازم نهتم بها بصورة إيجابية وصورة متقدمة جدا. لازم ننمي الوعي والثقافة لدى إنسان الولاية الموجودة فيها المناطق السياحية، سواء الولاية الشمالية أو الولاية الغربية أو كمان الولاية البحر الأحمر أو كمان في ولاية الخرطوم. لازم نهتم بالمناطق السياحية، نرمم المرفقات العامة، دي وظيفة منه، وظيفة الجهات أكيد الحكومية وأيضا القطاع الخاص. لازم كلهم يدفعوا الغالي والنفيس لأجل السياحة، لأن السياحة لما نهتم بها أكيد حنقدر نطور اقتصاد السودان ونزيد من اقتصاد الدخل القومي للسودان، وبكده تكون السياحة المصدر الأول للاقتصاد الوطني والقومي. من أهم المعالم السياحية في مدينة أم درمان متحف بيت الخليفة، وهو المنزل الذي كان يقيم فيه الخليفة عبد الله التعايشي، والمواقع الأثرية الأخرى التي تعود إلى عهد الدولة المهدية منذ العام 1881 للميلاد، ومنها بوابة عبد القيوم وهي بقايا سور المدينة الذي كان يحيط بها في الفترة ما بين عام 1885 للميلاد و 1898 للميلاد. كما توجد في أم درمان آثار الطابية، وهي عبارة عن موقع حصين مبني من الصخور الصلبة، وكان يحتمي به قناصة جيش المهدي ومدفعيته لصد أي هجوم يأتي من جهة النيل. من المعالم السياحية في مدينة أم درمان مسجد النيلين، الذي يعتبر من المعالم المعمارية المميزة في السودان، فقد تم بناء المسجد على شكل صدفة عملاقة عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق، وهو أول مبنى في السودان يتم تشييده من قواطع الألمونيوم وبدون أعمدة تسند السقف، إذ يتصل السقف بالأرض مباشرة تماماً كالصدف. One of the most important tourist attractions in the city of Om Durman is the Khalifa House Museum, the house where Caliph Abdullah lived. The city is also home to other historical sites dating back to the Mahdist era, 1881 to 1898, including the Abd al-Qayyum Gate, one of the remnants of the wall that surrounded Om Durman during the Mahdist era. There are also remnants of the Tabia Fort, a defensive wall built of hard stones to protect Mahdist army artillery and snipers. They used the position to repel possible attacks coming from the Nile side. Another tourist attraction in Om Durman is the Al Nilain Mosque, a distinct architectural landmark in Sudan. The mosque is built at the confluence of the White and Blue Niles in the shape of a giant shell. It is the first building in Sudan to be constructed of aluminium sheets without columns supporting the ceiling, which directly touches the ground, giving the mosque a shell shape. جديد، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب الشهر يكون سعيد على كل بتابعنا على قناة الخرطوم. وليالي السودان أحلى وأجمل في رمضان، وفي ليالي السودان منغني للأوطان أغنيات جميلة، أغنيات رائعة، أغنيات تاريخية
عظيمة. فقرة الكورال الفقرة المحببة لدى الكل، بيغنوا لنا الأربع فنانات أغنية جميلة مع كورال ليالي السودان. خلونا نسمعه ونرجع نتواصل معاكم، كل سنة وانتم طيبين. متابعي ومشاهدي فضائية الخرطوم ومتابعي ومشاهدي ليالي السودان في كل مكان، وصلنا لختام هذه الحلقة من ليالي السودان. استمعنا لأغنيات فردية جميلة، واستمعنا كمان للكورال برنامج ليالي السودان. التحية لكل الفنانات المشاركات معنا، والتحية كمان لكل العازفات. إذن التحية لكل حواء سودانية بتضع بصمتها في كل المجالات،
كمان ننسى فريق العمل التعب في إنتاج حلقات ليالي السودان، لهم التحية، تحياتي كمان وتحيات كل الفريق العامل. إلى اللقاء.